جديدة لقادة الاتحاد الأوروبي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي أظهرت تقدم هو الأول من نوعه لتيار اليمين الشعبوي في القارة العجوز. قمة بروكسل تتناول العديد من الملفات تتصدرها التعيينات الجديدة الخاصة بالمناصب العليا لمؤسسات الاتحاد، حيث سيتم تغيير 5 قيادات حتى ديسمبر المقبل. وتضم هذه القيادات رئيس المفوضية ورئيس البرلمان والمنسق الأعلى للشؤون الخارجية ورئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، والتي من المفترض أن تعكس التوازنات السياسية والجغرافية والديمغرافية للاتحاد، ناهيك عن تحري المساواة بين الرجل والمرأة في كل المناصب رفيعة المستوى. القادة الأوروبيون يناقشون أيضا بعض قضايا السياسة الخارجية، وعلى رأسها توسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من العثرات المستمرة التي تواجه مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي. وعلى طاولة نقاش القمة الأوروبية كذلك البرنامج الاستراتيجي للاتحاد بداية من العام الجاري وحتى 2024. كما يتناول القادة الأوروبيون الإطار المالي للتكتل فيما بين عامي 2021 و2027، فضلا عن مناقشة قضية التغييرات المناخية وأبعادها المختلفة في ضوء قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في 23 سبتمبر المقبل.